رمضان اقترب، لله الحمد والمنة، شهر الطاعة والعبادة والمغفرة، شهر لصلاة التراويح ولوجبة السحور، ناهيك عن طعام الإفطار واجتماع الأحبة والأهل، ناهيك أن تتغنى أذنك بصوت المآذن أثناء صلاة التراويح، نجتمع على سفرة واحدة في صلاة المغرب لله الحمد والمنة. رمضان الذي لله الحمد والمنة، نحن كلنا نتقدم للطاعة، حتى الأطفال يسبقون لصلاة التراويح والقيام وصلاة الفجر قبل الكبار. أليست نعمة؟ والله إنها لنعمة.